السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سنة رابعة. بنستكمل بعض اللي هي الامبيوليشن. يعني بنلاقي احنا كتير من البيشنت لما احنا بنوقفهم، تمام، وبنبتدي اللي هو نعملهم، تعال عندي يا عبد الله، نعملهم اللي هو الويت شيفتنج، اللي هي ان فرونت باك سايد to side and so on, they are good. كويسين، ممتازين جدا، ولا في أي مشكلة. لكن متى إني أنا أطلب من البيشنت to coming forward to walk، امشي امشي عبد الله قدام، امشي امشي، the patient at this moment cannot making ambulation. يعني البيشنت كويس، بقدر أعمل له waist shifting from side to side and forward and backward. It's okay. وواقف وما شاء الله عليه، تمام. لكن يوم ما بقول له امشي، he can't do this. لذلك البيشنت، عشان احنا نساعد البيشنت هذا بوسائل، يعني نحثه على الوقوف والمشي اكتر، لابد من انه نخلي قدام البيشنت صم اللي هي assistive device like اللي هي التابل، bedside table، انه يحط ايده عليها like this زي ما حكينا سابقا. في اللحظة هذه البيشنت بيقدر يعمل ويت بيرينج باي ذا افكتد سايد، وهذه بتديني زي ما قلنا سابقا، بتدي لي انكريزنج البروبر ريسبتور انبوت، وايضا بتساعد في اللي هي ان وينج اوف ذا افكتد لور ليمب، تمام. طبعا لحظتها لابد من اني اجي بالخلف بتاعه بالشكل هذا، وابتدي اعمل له اللي هو ايه الاكسرسايز بتاعتي. يعني بنلاقي انه البيشنت وكثير منهم، يعني بنلاقي الموتور كنترول في اللي هي الترانك، خصوصا الابر ترانك واللور ترانك، انستيبل. ومع الرغم من ذلك بيستطيع البيشنت انك تزقه لقدام ولورا، اوكي، لكن وانس انه مشى حيبقى في انهيار في المشي بتاعه. لذلك لازم انا ازود اللي هي الاستابيليتي بتاعته، بتاعت الترانك، بحيث اني بحط له اللي هي اي حاجه ان فرونت اوف ذا بيشنت، ممكن احطها قدامه، خليك خليك يا عبد الله، ايوه، وممكن احطها جنبه بالشكل هذا، تمام، حط ايدك يا عبد الله بالشكل هذا، وببتدي اللي هو يعني امارس اللي هي اكسرسايز تو ميك مور كنترول اوف ذا ترانك. ليه مور كنترول اوف ذا ترانك يا جماعه؟ لانه الكنترول اوف ذا ترانك يعتبر الترانك البروكسيمال بارت اوف ذا بادي، مهم جدا يبقى فيه ستابيليتي. ليه الستابيليتي في اللي هي الترانك هنا هوت؟ عشان اللي هي ميكينج موفمنت اوف ذا ديستال ليمب، يعني عشان لازم يبقى هنا كنترول في الترانك عشان يقدر احرك مين؟ اللي هي اللور ليمب. حرك كده يا عبد الله، بالظبط، ارجع تاني، بالظبط. احيانا بنلاقي سام بيشنت مثلا ممكن نزود اللي هي الاكسرسايز بتاعته بانه نديله اللي هو بسموها جلوسري كارت. جلوسري كارت يعني اللي هي العربايه اللي بنزق عليها الحاجات او المعدات الطبيه او اللي هي الاكل لما بوزع في المطاعم، اللي هي بنسميها جلوسري كارت. الجلوسري كارت يستطيع انه يحطها قدامه بالشكل هذا، ويمسك في اللي هي الطاوله بتاعت اللي هي المطعم، تمام، او اللي بيكون موجود عليها ادويه، وبيستطيع انه اللي هو يعملها بوش، امشي، ايوه بوش، وانا بكون من اللي هي الخلف بتاعه بحاول اللي هي اعمل كنترولينج للترانك، وكنترولينج كمان اللي هي اللور ليم، بحيث ان بحرك رجله وامشي وامشي and so on. ارجع تاني، ارجع تاني، استنى شوية عبد الله، ايوه ايوه ايوه. في بعض الحالات اعزائي الطلاب بنستطيع كمان انه نعمل تريننج في البارل بار، نستطيع نعمل تريننج في البارل بار. البارل بار طبعا انا ما في عندي في العياده بارل بار لصغر العياده بتاعتي، لكن نفرض انه بدا اللي هو البيشنت، هاي البارل بار، امسك امسك فيها هيك، ذيس از ذا بارل، سبوزنج ذيس از ذا بارل بار، وبعدين اللي هو نعمل تريننج للجيت بتاعت البيشنت ثرو ذا بارل بار. هلا
هون البر البار از اكسلنت ممتاز، لكن الحضر هنا هوت لما نلاقي انه البيشنت بدا يمسك في اللي هي البارال بار ويعتمد عليها اكثر ما اللي هو يعتمد على نفسه، ففي هذه اللحظه بيبقى خطا جدا انه نعمل له تريننج ثرو ذا بارال بار. ليه؟ لانه لو استخدم فيما بعد العصا، سيب هذه شويه عبد الله، استخدم اللي هي الستيك اهو الستيك بالشكل هذا ايوه، وبدا بده يحمل عليها او يمسك فيها، هنلاقيها اللي هي الكواد كان هذه less support for the patient than the parallel. Parallel is اللي هي stable support، لذلك البيشنت بتلاقيه اللي هو اعتمد كثير على اللي هي البارل بار. هنا هو خطا. ليه؟ لانه لو قلنا له بعد هيك تعال امسك العصايه كأن احنا ما اشتغلناش حاجه. لذلك البيشنت لازم يبقى فيه ونحاول يبقى فيه كنترولينج في البارل بار. ليه؟ لانه عندنا الستيك بتبقى less stable than the parallel bar. لذلك لازم اللي هو يعتمد على نفسه كثير البيشنت. طيب شكرا لكم اعزائي الطلبه، بحيث انه احنا بنلقي اللي هي بعض الاضاءه على بعض اللي هي الاكسرسايز فور امبوليشن، لانه ما فيش مريض زي الثاني زي ما احنا عارفين، لانه كل مريض يختلف باختلاف اللي هو العمر بتاعه والسايت اوف ليجن والاكستنت اوف ليجن واللي هي الانديفيدوال سترينث بتاعت البيشنت، واذا كان في عنده كومبليكيشنز، وربنا يوفق الجميع ان شاء الله. شكرا لكم اعزائي طلبه سنه رابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الدكتور محمد سلطان.